بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مدارس عشتار الابتدائية الأهلية، أرحب بكم لهذا اليوم ودرس جديد من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي. أعزائي التلاميذ، درسنا لهذا اليوم هو من دروس السيرة النبوية الشريفة مكملا للأحداث السابقة كما وردنا من الدروس. كان في الدرس السابق هو أحداث معركة بدر، اليوم سيكون درسنا عن أحداث معركة أحد. تذكير سريع لأحداث معركة بدر، حيث أن التقى المسلمون والمشركون في معركة بدر في موقع ما بدر، ولهذا سميت بهذا الاسم. فقد كان عدد المسلمين 313 مجاهد، وكان عدد المشركين 1000 مقاتل. كانت من أسباب معركة بدر أنه خرج أبو سفيان في قافلة من أموال المسلمين بعد أن هاجروا إلى المدينة المنورة. فقرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يسيطر على القافلة ليضعف قوة قريش التي تحارب الإسلام والمسلمين بأموالها. فعلم أبو سفيان قرار الرسول فغير طريقه. خلال هذه المعركة، رغم قلة عدد المسلمين، لكن انتصر المسلمون في هذه المعركة، وشعر المشركون بالذلة والضعف، وشعر المسلمون بالقوة والعزة، وساعد هذا النصر على انتشار الإسلام، وأصبح للمسلمين هيبة بين قبائل العرب. بسبب معركة بدر وبعد هزيمة المشركين فيها، جمع المشركون جيشا مكونا من 3000 مقاتل، وجمعوا له الأموال والسلاح، وقرروا مهاجمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في المدينة المنورة التي تبعد عن مكة قرابة 450 كيلومتر مربع. علم العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمؤامرة المشركين، فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المؤامرة، فكتب رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخبره فيها بأن قريشا تريد الهجوم على المدينة. وتسلم الرسول الرسالة وأخبر أصحابه بما فيها من أخبار، وجهز جيشا مكون من 700 مجاهد. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشاور أصحابه ويأخذ آراءهم ويحترمها، واتفق الرسول والمسلمين على صد العدوان والدفاع عن المدينة المنورة وعن الإسلام والمسلمين. واتفق الرسول والمسلمون على صد العدوان عن المدينة المنورة، فكان رأي الرسول أن يكون القتال داخل المدينة ليتفرق جيش المشركين في الشوارع والطرق داخل المدينة وتضعف قوتهم، وكان رأي الصحابة أن يكون القتال خارج المدينة. فاستجاب لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فجهز جيشا مكون من المهاجرين والأنصار. كان هذا الجيش يتكون من المهاجرين والأنصار، فأعطى راية الأنصار إلى سعد بن عبادة، وكانت راية المهاجرين بيد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكانوا يقودون هذه المعركة. وخرج المسلمون إلى خارج المدينة لصد الهجوم، وكان جيش المشركين في هذه المنطقة، والتقى الجمعان في معركة عنيفة قرب جبل أحد. إذن سميت هذه المعركة بهذا الاسم لأنها وقعت قرب جبل أحد. كان عدد المسلمين الذين شاركوا في هذه المعركة كما ذكر سابقا قرابة 700 مجاهد. قسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيش المسلمين إلى قسمين، قسم المقاتلين وقسم الرماة. الرماة بالسهام
لحماية المقاتلين لئلا يلتف العدو عليهم من الخلف. فإذا كان تقسيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجيش بأن يكون من قسمين، قسم من المقاتلين الذين يكونون في ساحة المعركة ويتواجهون مع المشركين، وقسم الآخر كان قسم الرماة بالسهام لحماية المسلمين من الخلف، وأمرهم أن لا يتركوا مواقعهم عدا قائدهم وعدد قليل منهم. زين، في هذه الأحداث بعد أن وقعت المعركة انتصر المسلمون في بادئ الأمر وهزموا المشركين، لكن بعد أن انتصر المسلمون في بداية المعركة الرماة خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قسم من عندهم، يعني عدد قليل من عندهم، ترك الموقع اللي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب منهم أن لا يتركوا هذا المكان، هذا كان جبل الرماة اللي يحمي ظهور المسلمين. فاستشهد عدد من الرماة اللي كانوا موجودين على الجبل من غير اللي العدد القليل منهم اللي ترك مواقعه. في هذه الأثناء كان يوجد عند جيش المشركين كتيبة من خالد بن الوليد وعدد من المشركين التفوا حول هذا المكان، فصاروا وين؟ صاروا بظهر المسلمين، يعني هذا المكان كان يحمي ظهر المسلمين من هذا الاتجاه. بعد أن نزلوا إلى ساحة المعركة التف خالد بن الوليد إلى ظهر المسلمين، وكان هذه الالتفافة سبب في خسارة المسلمين. إذن بعد ما دخلوا في منطقة الرماة وقعت خسائر كبيرة للمسلمين في هذه المعركة بسبب عدم التزام الرماة بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فخسر المسلمون هذه المعركة ووقع شهداء كثيرون، وكان من أبرز شهداء معركة أحد هم الحمزة عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابي مصعب بن عمير. وانتهت المعركة ورجع المشركون إلى مكة. يتضح لنا أن سبب خسارة المسلمين في أحد هو عدم الالتزام والطمع بالأموال والغنائم. هسه تقولون شنو يعني الغنائم وشنو يعني الطمع؟ شنو السبب بهذا الكلام؟ كان في كل معركة لما تكون معركة بين جيشين، لما يخسر الجهة المقابلة من الجيش الثاني حتى تكون حركتهم خفيفة وحتى يكون هروبهم أسرع، يتركون الأسلحة والرماح والدروع إلى كل ما يحملوه يتركوه في سبيل أنه يكون هروبهم بشكل سريع. كانت هذه الأشياء اللي يتركوها الجيش الخاسر تكون ثمينة، فالجيش الرابح للمعركة يأخذ هذه الغنائم، تسمى بغنائم الحرب. فإذا هذا هو سبب أنه عدم الالتزام والطمع بالأموال والغنائم، فهذا هو المقصود به أنه الرماة لما شاهدوا المشركين بدأوا ينسحبون ويتركون أرض المعركة وأنه المسلمين هم الفائزين بهذه المعركة، تركوا الجبل في سبيل أنه يجمعوا هذه الغنائم اللي موجودة على أرض المعركة. لكن كان التفاف خالد بن الوليد إلى ظهر المسلمين هو سبب في خسارة المسلمين. ولكي لا يشعر المسلمون بالضعف أمر الله سبحانه وتعالى النبي أن يجمع المسلمين ويلاحق المشركين، فجمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى راية المهاجرين إلى الإمام علي عليه السلام، وتحرك المقاتلون المسلمون لملاحقة المشركين بقوة وشجاعة وهمة عالية حتى وصلوا منطقة اسمها حمراء الأسد. فسمع أبو سفيان قائد المشركين فخاف وعاد إلى مكة. سمع بأن هناك
جيش كبير وقوي لا يستطيع مقاومته. لهذا السبب عاد إلى مكة مهزوما خائفا من المسلمين. فعاد المسلمون إلى المدينة وهم نادمون على خسارة المعركة من جهة، ويشعرون بالقوة وعدم الضعف من جهة ثانية، لأنهم لاحقوا جيش المشركين فهربوا إلى مكة. كانت هذه أحداث معركة أحد. تذكير سريع لأهم الأحداث لمعركة أحد حتى يكون الدرس واضح. ذكرنا أنه كان من أسباب معركة أحد هو هزيمة المشركين في معركة بدر، حيث أنه بعد هزيمة المشركين في معركة بدر جمعوا جيشا مكون من 3000 مقاتل، وقرروا مهاجمة الرسول والمسلمين في المدينة المنورة. إذن سبب معركة أحد هو خسارة المشركين في معركة بدر، أرادوا الانتقام من المسلمين في معركة أحد. هل علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة العباس رضي الله عنه عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن كتب إلى النبي يخبره بمؤامرة المشركين. وبعد أن تسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة، أخبر أصحابه بما فيها من أخبار، وجهز جيشا مكون من 700 مجاهد، ما يقارب 700 مجاهد. كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر يشاور أصحابه، وكان رأي الرسول القتال داخل المدينة ليتفرق المشركين في الشوارع وتضعف قوتهم، لكن كان رأي الصحابة أن يكون القتال خارج المدينة، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لرأيهم، وبعد أن جهز الجيش أعطى راية المهاجرين إلى الإمام علي عليه السلام، وأعطى راية الأنصار بيد الصحابي الجليل سعد بن عبادة. بدأت أحداث المعركة، والتقى الجمعان في منطقة تسمى أحد، جبل أحد. سميت المعركة بهذا الاسم لأنها وقعت قرب جبل أحد، كان هذا المكان اللي اجتمع به الجيشين من المسلمين والمشركين. فقد قسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جنده إلى قسمين، قسم المقاتلين وقسم الرماة بالسهام لحماية المسلمين من الخلف، وأمرهم أن لا يتركوا مواقعهم. فإذا بعد أن قسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجيش إلى الرماة، الرماة هم رماة السهام الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوقوف فوق الجبل وحماية المسلمين من الخلف، وأمرهم أن لا يتركوا مواقعهم. وعندما وقعت المعركة انتصر المسلمون وانهزم المشركون، لكن الرماة تركوا مواقعهم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالتف خالد بن الوليد خلف جبل الرماة وكان في ظهر المسلمين، مما أدى إلى تغيير نتيجة المعركة إلى خسارة المسلمين، حيث وقع مجموعة من الشهداء من المسلمين، وكان أبرزهم هو الحمزة عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومصعب بن عمير. فإذا بسبب عدم التزام الرماة بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض منهم نزل إلى ساحة المعركة ظنا منهم بأن المعركة قد انتهت، سبب في خسارة المسلمين في هذه المعركة. لكن أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع ما تبقى من المسلمين وأن يلاحقوا المشركين خلفهم قبل وصولهم إلى مكة. وقد قاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الجيش ولاحق المشركين. عندما وصلوا إلى منطقة حمراء الأسد، سمع أبو سفيان قائد المشركين فخاف وعاد إلى مكة. إلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم اللي كان
عن معركة أحد. كان درسنا هذا اليوم هو معركة أحد. حبايبي الحلوين، أتمنى أن يكون الدرس سهل عليكم، وإن شاء الله راح أستمع وياكم إلى حفظكم من خلال درس البث المباشر، وراح نلتقي سويا إن شاء الله في هذا اليوم. إلى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله سبحانه وتعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.